طباخ الشيخ عبد العزيز بن باز رجل باكستاني أكثر من 25 سنة، ومن أجمل ما أكلت في حياتي، حتى أنه طبق فعل أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، إذا جينا نأكل نأكل بزيادة، نحس بطعم ولذة ما فيه من الطعام. فكان الشيخ يصلي الليل، فقفز عليه رجل، فقال الشيخ لأولاده: يا فلان يا فلان يا فلان، أيقظوا 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 الحراس، حرامي سقط الآن، سمعت صوته. فجاءوا مسكوه، فلما مسكوه قال: من أي جنسية هو؟ قال: باكستاني. قال: أيقظوا أيقظوا الطباخ، لعله جائع، أيقظوا الطباخ يطبخ له عشاء. وطبخ له عشاء الساعة 2 أو 1:30 حتى يتعبد الله عز وجل بإطعام الطعام حتى للسارق، وأطعمه ثم سأله فقال: أبي محتاج إلى عملية. فتثبت الشيخ، ولما تثبت أمر بإرسال إليه المبلغ حق العملية وعفى عنه. فتعلم هذا الرجل الباكستاني، تعلم هذا الرجل الباكستاني العربية حتى يطلب العلم عند الشيخ بن باز. ولما قيل له مات الشيخ أغمي عليه وسقط، وكلما أقبل على باب الشيخ ورأى موظفين الشيخ بعد موته أغمي عليه وسقط. فزادك الله عفوا يا شيخ أبو آدم، كثر أمثالك، فكما أثرت فينا وكما أثرت في أهلك وفي الناس أجمعين، جزاك الله خير. ولولا السآمة والله لزدتكم، لكن حتى ما تسأم. النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ما فيها إلا ذكر لله وما ولاه، وعالم أو متعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. فمهما زدتنا من هذا لا نسأم. كيف نسأم؟ كيف نسأم؟ يمين يا أبو حسن الله يغفر لك، يمين يا أبو حسن راح تلففنا 7 لفات. ها؟ فرنا فرنا كبيرة، أبشر. لا لا، العكس، هو هذاك الطريق يا حبيبي.